السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وياكم علي العراقي. تم إضافة فقرة أفضل 10 ألعاب موجودة على جهاز الأندرويد والآي أو إس. طبعا هاي الفقرة كل أسبوع أو كل يومين، كل يعني وقتها ما معلوم، نطلع بها أفضل 10 ألعاب لهذا الأسبوع، 10 ألعاب مثلا أونلاين أوفلاين. خلينا نشوف، تابعوا معي. اوكي شباب، افضل 10 العاب لنبدأ. طبعا العاب عشوائية واغلبها ما مجربها اني. بالمرتبة العاشرة لعبة تروبوليكس، اللي هي كرة القدم بس بنمط السيارات، نزلت عليها سابقا. طبعا لعبة حلوة الى الان، هواي يلعبوها، لعبة راقية تعتمد على الالوان، كرة القدم هي، فحلو الرسومات بها، يعني تشبه الالعاب الكمبيوتر مال السيارات. حلوة اللعبة، كلش حلوة، فانصحكم تجربون، يعني لعبه راقيه وبها يعني وشم وتغير الالوان والاعلام، وهاي بها دردشه بها كلان، كلش حلوه اللعبه، تستحق التجربه. المرتبه التاسعه اغاثا كريستي، طبعا لعبه مال تحقيق وجرائم، طبعا هاي يمكن كريستي. فاللعبه تعتمد على التحقيق والجرائم، ويعني شلون تحقق وتدور تبحث عن الحال، يعني شلون كونان، اللي شايف كونان مثل كونان، هي بعصر المافيا. يعني حلوه اللعبه صراحه، الوانها حلوه راقيه، تحقق يعني تكتشف بالشغلات. اكو هواي يحبون هيك العاب، بالنسبه لي ما احب هيك العاب، بس صراحه حلوه تشوفون الوانها راقيه، يعني عبارك كفيلم كرتون او فتشي، يعني الالوان بقى شلون تحقيق شغلات تلملم، يعني تحقق بالجريمه. فاكو هواي يحبون هيك العاب، هاي اللعبه يعني حلوه الصراحه، الوانها وهاي راقيه. المرتبة الثامنة شباب اركي نايت، طبعا لعبة مال جري على الخيول، تقاتل بها يعني ما اعرف عصابات وهاي، فتمشي تتلملم وشغلات، تسوي مهمات، فتركض، هي مجرد ركض على الخيول، فحلو تحسسك انه بدك تلعب العاب يعني قديمة. عندك القوس، عندك السيف، هاي الاسلحة اللي تحملها، عندك هواي شغلات كهرباء، وهاي نفس العاب سيبوي هذا اللي يركض، ومال زومبي، يعني هذني من تمشي بالسيارة وتقتل زومبي، بس هنا بالخيل، يعني حلوة لا بأس بها. شباب المرتبة السابعة كار اكس هاي واي رايزنج، طبعا لعبة حلوة سباق سيارات، تشوفوها بها تنافس، اعتقد بها اونلاين همين. الجرافيك مالتها شبيه بالعاب الكمبيوتر صراحة، الالوان حلوة، تعتمد على التحكم يمين يسار، او تقدر تسوي تدوير الشاشة، يعني شغلات حلوة بها، هواي شغلات حلوة، سباق ومنافسات. ها هي اللعبة شباب، تلقون رابط بالوصف. بعض الالعاب على جهازين وبعض الالعاب على جهاز واحد. بالمرتبة السادسة شباب لعبة ترانسفورمرز فورجيت تو فايت، طبعا مال رجال آليين هذول يتحولون سيارات، هاي اكيد كلكم تعرفوها، الفيلم كلش حلو اجزاء كلها. ها هو القتال شباب مثل تيكن، طبعا هنا هاي السيارات يتحولن، وتصير اركات، اعتقد بها اونلاين، يمكن بها اونلاين ما متاكد، يعني بها مهمات تقاتل، يعني هيك تمشي وبعدين تبدي تقاتل كانه تيكن، يعني مثل تيكن، هاي العركات القتال، تتحول سيارة تتضارب، بوكسيات ودفرات، ما اعرف يعني فتشي. الجرافيك مالتها راقي جدا، تقول روابط بالوصفهم يا شباب على الاندرويد والاي او اس. شباب اكثر الالعاب تطلب اجهزه حديثه، يعني اجهزه ما بعد 2015 الى الان، وبعض الالعاب تشتغل على الاجهزه القديمه همين. المرتبه الخامسه شباب لعبه افتر بيلوس، طبعا لعبه قتال متعدد اللاعبين اونلاين، طبعا نمط اللعبه رشاشات قتال، وهاي منظور الشخص الثاني، طبعا اللعبة تشبه لعبة باتل فيلد زائد لعبة ديفيشن على جهاز البي اس 4 والاكس بوكس 1. طبعا الجرافيك مال اللعبة خرافي كلش حلو، بس التحكم مالتها شوية مو حلو، يعني اكثرهم يقولون ام سي 5 احلى من هاي اللعبة التحكم بيها، بس هاي الجرافيك مالتها كلش كلش قوي، بيها تعديلات هواي، اسلحة هواي، ملابس هواي، يعني نفس باتل فيلد بالضبط، باتل فيلد 4 او كول اوف ديوتي. طبعا لعبة كلش كلش حلوة، لازم تجربوها شباب. شباب بالمرتبة الرابعة لعبة انجستس، طبعا فتشي رهيب الجزء الثاني، طبعا الجزء الاول نزل قبل فترة بس انا ما لحقت اجربه لان جهازي مقبض. هذا هو الجزء الثاني، طبعا بيه ابطال خارقين، بيه هواي شخصيات جديده اضافوها تختلف عن الجزء الاول، ان شاء الله نزل عليها عن قريب، اسوي فيديو يعني واحد عليها. فبيها شخصيات هواي ابطال خارقين حلوه، مثل تيكن، مثل لعبه موتريل كومبات اكس. فهي اللعبه شباب باعوها هنا قتال، شخصيات حلوه رهيبه،
اكيد اكيد بيها اونلاين، الجرافيك مالتها رهيب، قتال كلها طاب 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 طاب، بها استعراضات هواية شخصيات رهيبة مثل الأفلام الحديثة هسه يعني، فشي حلو. تلقون رابطها مينا بالوصف على جهاز الأندرويد والآي أو إس. لعبة راقية والله، سوبرمان وباتمان وجميع الشخصيات الخارقة كلهم موجودين بها، هاي اللعبة رهيبة بابا بابا، بيها شغلات رهيبة. بالمرتبة الثالثة شباب لعبة اف زد 9 تايم شيفت، طبعا لعبة رهيبة، قتال رشاشات، مهمات طبعا، اعتقد اللعبة اوف لاين، ما اعتقد بها اون لاين، واذا اضافوا بها اون لاين يصير فتشي رهيب. طبعا لعبة رائقة، الجرافيك مالتها الرسومات مثل ما تشوفون، تقريبا تشبه مودرن كومبات 4 بس مهماتها حلوة رهيبة، الاشياء الجديدة ضايفين بيها مثل ما تشوفون، الالوان راقية، الاسلحة منظور الشخص الاول، الالوان راقية، الاسلحة منظور الشخص الاول، بهم مهمات حلوة يعني كأنه تشبه العاب بلاي ستيشن 1 2 يعني، الجرافيك مالته رهيب، الالوان كلش حلوة باللعبة. هاي اللعبة اذا يصير بها اونلاين راح تكون لعبة هذه السنة 2017 يعني، لعبة راقية الصراحة، جديدة، لعبة جديدة كلها زومبي وحوش ومهمات يعني اشكال بيها. المرتبة الثانية شباب لعبة جنستار نيو اورلين، طبعا الجزء الخامس، طبعا لعبة راقية امينة، لحد الان ما نزلتها لان ما تشتغل على جهازي، وان شاء الله دا ادور فكرة او خطة شلون انزلها على جهازي والعبها، لان اللعبة بيها اونلاين وبيها مهمات، رسومات تشبه يعني حلوة رسوماتها، هو شبهوا لعبة جي تي اي في الجزء الخامس، بيها شخصيات حلوة وهاي الوانها اونلاين، واللعبة اوفلاين بيها، لا كذب ما بي اوفلاين، وين اكو اصلا شركة جيم لوفت تحب الفلوس كله اونلاين. بالمرتبة الاولى شباب لعبة لورد اوف ذا فالن، يعني الساقطون، عالم الساقطون، ما اعرف شنو. المهم شباب هاي اللعبة قتال سيوف وحوش كله مثل الزومبي، بيها واهم من الشخصيات تقاتل بيها، سحر وفيكات، ما اعرف يعني جوبلين زومبي ما ادري شنو يعني، سحر كله سحر. الجرافيك مال اللعبة راقي، بس التحكم مالته الصراحة ما عجبني يعني، بس تدوس عليه سهم يمين ويسار وبالنص تقدر زر الضرب يعني تضرب، شباب هذا التحكم مالته انه سهم يمين ويسار بالشاشة، ولا تصدها لا تضرب يعني، كهواية العاب صراحة ما تعجبني، بس الجرافيك مالته رهيب، لو مسويها يعني قصة مثل كريتوس جاد اوف وور كان صارت احلى، كان صارت رهيبة. اذا شباب الى هنا نهاية المقطع، اتمنى عجبتكم هاي الفقر مال افضل 10 العاب، وان شاء الله اسوي اكثر على الالعاب الاونلاين الاوفلاين، افضل 10 العاب سيارات مثلا. طبعا التسلسل عشوائي يعني، كنت تلقون رقم 8 احلى من رقم 1، فما عليكم، هاي مجرد افضل 10 العاب في 2017 او خلال هذا الاسبوع. اتمنى عجبتكم هاي الفقرة شباب، لا تنسون الدعم في اللايك والاشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي وتحياتي.